إذن نعود مشاهدين لتحليل أداء السوق السعودي، كيف تستقبل السوق المستثمر الأجنبي؟ وأرحب من جديد بضيفي المحلل المالي سيد سعود البتل، أحييك. هل تعتقد أن أرضية السوق السعودي أصبحت جاهزة وافية مستقبلة، وخاصة بعد هذا الإغلاق لدخول الأجنبي غدا؟ السوق السعودي في الفترة القليلة الماضية طبعا تفاءل جدا بدخول المستثمر الأجنبي، خاصة في شهر أبريل الماضي. في شهر مايو حدث هناك انخفاض في السوق طوال شهر مايو حتى هذه أو حتى يعني في بداية أيضا يونيو حتى هذه اللحظة. طبعا دخول المستثمر الأجنبي ما زال التفاؤل مستمر في دخول المستثمر الأجنبي، ولكن الإفراط في التفاؤل قد يعيد السوق أو قد يأتي بنتائج غير إيجابية. لذلك نحن نريد التوازن بين دخول المستثمر الأجنبي والتفاؤل في دخول المستثمر الأجنبي وبين ما أو نمو السوق في الفترة الحالية. جميل، أنت من الأشخاص أو المحللين الذين تجد في دخوله نظرة إيجابية أو نعم. إسهام في نعم. مزج الخبرات في السوق السعودي. هنالك من ينظر إلى المستثمر الأجنبي بأنه سيدخل على هيئة أموال ساخنة وربما يهلك السوق في أي لحظة، يرغب في تعديل مراكزه المكشوفة خارجيا، سيقوم بالخروج من السوق. تعتقد أنه سيتم ضبط هذا الموضوع بماذا؟ أتوقع أن هذا من مسؤولية هيئة سوق المال، من حيث لا يكون هناك تجاوزات يعني ولا تكون هناك مخالفات نظامية لقواعد هيئة سوق المال. نسبة التملك ما أعتقد راح تعطيهم صفة الأموال الساخنة تقريبا. نحن لا نتوقع حقيقة في دخول المستثمر الأجنبي أن يكون هناك أو استثمار عن طريق دخول السيولة الساخنة التي هي تخرج أو تدخل لتحقيق أرباح معينة في فترة قصيرة ثم تخرج مرة أخرى. المستثمر الأجنبي طبعا من المتوقع أن يدخل كمستثمر طويل الأجل، بالإضافة إلى ذلك هناك شركات عالمية أيضا رخصت وبضوابط معينة. هيئة سوق المال تعمل جاهدة على ضبط آليات السوق خاصة بعد دخول المستثمر الأجنبي. نتوقع أن يحدث صدام بين نوعيتي التداول، شريحة يسيطر عليها الأفراد مضاربين في السوق السعودي مع مستثمر أجنبي، ستأخذ وقت حتى تنصهر النتيجة. نعم. الخلاصة صحيح. هل تعتقد أن السعودي سيراقب جلسة بعد الأخرى نسبة تملك الأجانب على أي من الأسهم، سيغار، سيقوم بالتحرك تجاه هذا الاستثمار، أم أنه لا سيحتفظ بنمطه وقليل أو ممكن بعد فترة طويلة سنلحظ فعلا اتجاهه إلى نمط استثمار الأجنبي؟ هو فعلا بعض الشركات هناك تملك لبعض الشركات من قبل أفراد معينين، لذلك عبارة سيغار هذه بالفعل قد نراها في السوق بالفعل، وعدم الإفراط أو عدم التفريط في الأسهم الموجودة من قبل المستثمرين للمستثمر الأجنبي أو لغيره. لذلك قد يحدث تنافس في بعض الشركات، ولكن دائما حيفرطوا في أسهم التأمين يعني هذه يمكن يعني الأجنبي مش طموحه هذه الأسهم. يعني خبرني من ممكن أن يفرط؟ المؤسسات في السعودية استثمار مؤسسات لن يفرط بأسهم ثقيلة. نحن نتحدث الآن عن بعض الشركات. نعم هناك شركات غير الأسهم لها تملك، أتحدث عن الشركات، بعض الشركات العائلية، هناك شركات أخرى غير الأسهم التي أو أسهم مضاربية مثل التأمين وغيرها. ما الذي سيدفعهم للبيع؟ السعر الذي سيقدم الأجنبي باعتباره قد يكون التنظيم، بعض التنظيم أو بعض الثقة في المستثمر الأجنبي وتنظيمه لبعض الشركات أو دخوله كمستثمر لبعض الشركات بخبرته تعيد النظر في بعض الشركات، أو قد يكون هناك أيضا تفاؤل بدخول المستثمر الأجنبي في بعض الشركات. باعتقادك ما الذي سيستهجن المستثمر الأجنبي عند دخوله للسوق السعودي؟ هل سيجد أن كل قطاعات مصنفة بشكل معتدل، الأسهم مدرجة ضمن قطاعاتها وتصنيفاتها منطقية؟ على الأقل سيذهب إلى ليست مثل أسواق الأم، إذا نتحدث عن نمط مستثمر أجنبي يعني وصلت أسواقه من الناشئة حتى إلى المتقدمة، ولكن على الأقل بمستوى الناشئة التي نرقى في السوق السعودي الوصول إليها، ما الذي سيصطدم به؟ طبعا المستثمر الأجنبي في بداية دخوله للسوق السعودي سيفكر فقط في بعض الشركات مثل الشركات البتروكيماوية، مثل الشركات البنكية. هذه الشركات طبعا سيدرس النفط، أيضا سيصطدم بنمو الشركات في الفترة الحالية مع انخفاض النفط، لذلك قد يكون لديه confused أو ما يسمى بالفعل. جميل. أنت وضعت على الوتر، هذا أنا أتحدث الحكومة في السعودية تدفع أو تدعم العديد من شركات البتروكيماويات سابق على رأسها. نعم. قيل إذا رفعت الحكومة في تدريج في الموضوع دراسة للموضوع ممكن ترفع الدعم، هذا معنى غير عن ناهيك طبعا أنه ما في ضرائب. نعم. هذا سيأتي بنا إلى النظر إلى القوائم المالية السابق، ونعلم أنه ما تحقق من أرباح ربما يتجه إلى
خانة أخرى. هذه هي الردود الفعل، السوق الأجنبي أم السعودي سيتفاجأ بها؟ الحقيقة إحنا حينما نتحدث عن سابك بشكل خاص، بتروكيماوات الأسهم المدعومة حكومة، نعم، سواء بأسعار لقيم أو غيرها. طبعا البتروكيماويات، إذا تحدثنا عن البتروكيماويات فنحن نتحدث عن أو الهرم في قطاع البتروكيماويات، دعيني أقول الهرم في الشركات في العالم العربي، لأن شركة تتداول ب 168 مليار وقيمتها السوقية 168 مليار، قيمة ليست بالسهلة. فطبعا احنا نتحدث الان عن شركه تعتبر من الشركات الكبيره، ايضا القطاع البتروكيماوي نمو هذه الشركه يدفع التفاؤل في جميع قطاعات البتروكيماويات، من ضمنها ايضا بعض الشركات التي تمتلك فيها الشركات التي موجوده في بتروكيماويات وتمتلك في شركات في قطاعات اخرى. فطبعا المستثمر الاجنبي حينما يستهدف سيستهدف بالفعل من ضمنها شركه سابك، من ضمنها شركات كثيره، احنا لا نريد الحديث فقط عن شركه معينه، بل هناك شركات أيضا جيدة في قطاع البتروكيماويات. طب حتى نهاية العام المستثمر، أنت ذكرت مستثمر، يعني أنت تعطيه صبغة المستثمر، هذا من ينظر إلى نهاية العام، تدفقات نقدية تأتي من البتروكيماويات ظاهرة حتى يحتفظ بالسهم لنهاية العام. أنا أريد أن يغار الفرد السعودي في السوق، على أي شريحة من الأسهم تعتقد أنه ستلفت انتباه السعودي أنه الأجنبي عينه عليها وأنا ما التفت لها في السابق؟ وين ممكن تتأمل أين القطاعات تجذب الأجنبي وكانت موجودة طول الوقت عندنا لكن احنا ما أنصفناها؟ طبعا أتوقع أن القطاع من ضمن القطاعات التي تعتبر جيدة في الوقت الحالي وأيضا مستهدفة من قبل المستثمر الأجنبي، قطاع التشييد والبناء يعتبر من أهم قطاعات، ولو نظرنا بشكل أكبر ودققنا في قطاع البتروكيماويات نلاحظ أن الدولة تدعم قطاع في قطاع الإنشاءات، نلاحظ أن الدولة تدعم قطاع التشييد والبناء من حيث صندوق التنمية العقاري، من حيث أيضا عدة دعم أو عدة مجالات وأخبار أيضا تدعم هذا القطاع في الفترة القريبة القادمة. طيب سؤال الحقيقة الكل ربما ينتظره، ما الذي تتوقع على حركة المؤشر في الافتتاح جلسة الاثنين؟ الحقيقة لا، يعني هو التفاؤل سيستمر في الاثنين وفي الثلاثاء والأربعاء أيضا، يعني سيستمر، أتوقع أن يستمر التفاؤل في الأيام القليلة القادمة، ولكن الحذر بعد انتهاء أو بعد يوم الاثنين القادم وبعد امتصاص دخول المستثمر الأجنبي أو امتصاص هذا الخبر، قد يكون هناك تذبذب إلى انخفاض في هذا كمؤشر. الأربع مليارات خلاص انتهينا منها ولا لا؟ يعني في عندنا بعد مجال نسبح في تيار الأربع مليارات، ولو أربع مليارات ريال تقريبا جلسات متتالية، كم يوم صرنا؟ نقول إن شاء الله أن انتهينا منها، ولكن لا نتفائل بشكل كبير، أنا دائما لا أحب التفائل بشكل كبير لأن قد نصطدم بالواقع، المستثمر الأجنبي لن يكون دخوله في أول يوم ولا في ثاني يوم، سيكون على فترات طويلة ويحقق إن شاء الله بعدها النتائج المرجوة من دخول المستثمر الأجنبي. سؤال أخير، طبعا رمضان على الأبواب، كل عام وأنت بخير وكل المشاهدين، ما الذي سيدفع رمضان هذا العام أن يختلف في طبيعة التداول، في نشاط المستثمر أو المتداول فيه عن كل رمضان؟ دعينا نأخذ رمضان الماضي، رمضان الماضي في نهاية شهر رمضان حدث هناك انفجار للأعلى وارتفع المؤشر بشكل كبير، أتوقع في هذه الأيام أن يحدث تقريبا ما حدث في الأيام القليلة الماضية، ولكن في بداية رمضان قد يكون هناك انخفاض، تذبذب على انخفاض، ثم في نهاية شهر رمضان قد يكون هناك إن شاء الله ارتفاع جيد. الحقيقة أثريت المباحث، شكرا جزيلا لك، يعني سعيدين بوجودك معنا في استوديوهاتنا في دبي في قناة طبعا وبنا CNBC، شكرا جزيلا. وأنا شاكر لكم، شاكر لكم استضافتكم هنا لي في أهلا وسهلا فيك. طبعا أشكر ضيفنا المحلل المالي السيد سعود